يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب جامعي وأخي هو الذي يصرف علي، وعندي شك في أمواله أنها من طريق حرام، فما نصيحتكم لي؟ لا يكفي الشك، إذا كنت تتيقن أنها حرام فلا يجوز استعمالها، أما إذا لا تعلم أنها حرام فالأصل الإباحة ولله الحمد، لا تشدد على نفسك. نعم.